والفجر. أقسم الله سبحانه بالفجر وليال عشر، وأقسم بالليالي العشر الأولى من ذي الحجة، والشفع والوتر، وأقسم بالزوج والفرد من الأشياء، والليل إذا يسر، وأقسم بالليل إذا جاء واستمر وأدبر. وجواب هذه الأقسام لتجازن على أعمالكم. هل في ذلك قسم لذي حجر؟ هل في ذلك المذكور قسم يقنع ذا عقل؟ ألم تر كيف فعل ربك بعاد؟ ألم تر أيها الرسول كيف فعل ربك بعاد قوم هود لما كذبوا رسوله؟ إرم ذات العماد، قبيلة عاد المنسوبة إلى جدها إرم ذات الطول، التي لم يخلق مثلها في البلاد، التي لم يخلق الله مثلها في البلاد. وثمود الذين جابوا الصخر بالواد، أولم تر كيف فعل ربك بثمود قوم صالح الذين شقوا صخور الجبال وجعلوا منها بيوتا بالحجر. وفرعون ذي الأوتاد، أولم تر كيف فعل ربك بفرعون الذي كانت له أوتاد يعذب بها الناس. الذين طغوا في البلاد، كل هؤلاء تجاوزوا الحد في الجبروت والظلم، كل تجاوزه في بلده. فأكثروا فيها الفساد، فأكثروا فيها الفساد بما نشروه من الكفر والمعاصي. فصب عليهم ربك سوط عذاب، فأذاقهم الله عذابه الشديد واستأصلهم من الأرض. إن ربك لبالمرصاد، إن ربك أيها الرسول ليرصد أعمال الناس ويراقبها ليجازي من أحسن بالجنة ومن أساء بالنار. ولما كانت الأمم التي أهلكها الله منعما عليها بالقوة والمنعة، بين أن الإنعام بذلك ليس دليلا على رضا الله عنهم، فقال: فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن. فأما الإنسان فمن طبعه أنه إذا اختبره ربه وأكرمه وأنعم عليه بالمال والأولاد والجاه ظن أن ذلك لكرامة له عند الله، فيقول ربي أكرمني لاستحقاقي لإكرامه. وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانن. وأما إذا اختبره وضيق عليه رزقه فإنه يظن أن ذلك لهوانه على ربه فيقول ربي أهانني. كلا بل لا تكرمون اليتيم، كلا ليس الأمر كما تصور هذا الإنسان من أن النعم دليل على رضا الله عن عبده وأن النقم دليل على هوان العبد عند ربه، بل الواقع أنكم لا تكرمون اليتيم مما أعطاكم الله من الرزق. ولا تحاضون على طعام المسكين، ولا يحث بعضكم بعضا على إطعام الفقير الذي لا يجد ما يقتات به. وتأكلون التراث أكلا لما، وتأكلون حقوق الضعفاء من النساء واليتامى أكلا شديدا دون مراعاة حله. وتحبون المال حبا جما، وتحبون المال حبا كثيرا فتبخلون بإنفاقه في سبيل الله حرصا عليه. كلا إذا دكت الأرض دكا دكا، لا ينبغي أن يكون هذا عملكم، واذكروا إذا حركت الأرض تحريكا شديدا وزلزلت. وجاء ربك والملك صفا صفا، وجاء ربك أيها الرسول للفصل بين عباده
وجاءت الملائكة مصطفين صفوفا. وجيء يومئذ بجهنم يومئذ يتذكر الإنسان وأنى له الذكرى. وجيء في ذلك اليوم بجهنم لها 70,000 زمام مع كل زمام 70,000 ملك يجرونها، في ذلك اليوم يتذكر الإنسان ما فرط في جنب الله، وأن له أن ينفعه التذكر في ذلك اليوم، لأنه يوم جزاء لا يوم عمل. يقول يا ليتني قدمت لحياتي، يقول من شدة الندم يا ليتني قدمت الأعمال الصالحة لحياتي الأخروية التي هي الحياة الحقيقية. فيومئذ لا يعذب عذابه أحد، في ذلك اليوم لا يعذب أحد مثل عذاب الله، لأن عذاب الله أشد وأبقى. ولا يوثق وثاقه أحد، ولا يوثق في السلاسل أحد مثل وثاقه للكافرين فيها. ولما ذكر الله جزاء الكفار ذكر جزاء المؤمنين فقال: يا أيتها النفس المطمئنة. وأما نفس المؤمن فيقال لها عند الموت ويوم القيامة: يا أيتها النفس المطمئنة إلى الإيمان والعمل الصالح، ارجعي إلى ربك راضية مرضية، ارجعي إلى ربك راضية عنه بما تنالين من الثواب الجزيل، مرضية عنده سبحانه بما كان لك من عمل صالح. فادخلي في عبادي، فادخلي في جملة عباد الصالحين. وادخلي جنتي، وادخلي معهم جنتي التي أعددتها لهم.